صراع عربي بارد يشتعل في الأفق. فالمنافسة القادمة ليست سياسية أو عسكرية، بل مالية بامتياز. مشاريع اقتصادية جبارة تنتشر في أوطاننا العربية، من المحيط إلى الخليج، ومن أقصى بحر العرب حتى المحيط الأطلسي. وتنافس سيزيد دولنا العربية رغبة في التقدم والازدهار. فالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ينطلقون بسرعة الصاروخ حتى الوصول إلى تحقيق رؤية 2030، بما تستمر الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في المشاريع الاقتصادية الجبارة، بينما ينطلق المغرب من أقصى الشمال الغربي لإفريقيا معلنا عن دخوله وتنافسه مع القوى العربية الكبرى. وتأتي الجزائر أيضا عقب استقرار أوضاعها لتبدأ في نهضة اقتصادية كبرى. كل تلك الدول وغيرها تشترك في هدف واحد، وهو موضوع حلقتنا اليوم: الطاقة الشمسية. مشروعات الطاقة الشمسية المتعددة كبيرة في الشرق الأوسط، وتأتي تلك الدول في المقدمة من حيث المشروعات المختلفة. لنرى إلى ماذا وصلت كل تلك الدول في مشروعاتها، وما هو مستقبلها في وطننا العربي. ولكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة سريعة حول كيفية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء، كيف يحدث ذلك؟ تولد الطاقة الكهربائية من طاقة الشمس، أو ما يطلق عليها بالطاقة الكهربائية الشمسية. وتولد تلك الطاقة بطرق مختلفة ومتنوعة بشكل كبير. طريقتان رئيسيتان تستخدم في تلك العملية: الأولى باستخدام الألواح الضوئية الجهدية، والثانية عن طريق أشعة الشمس ذاتها، عن طريق تركيز أشعة الشمس، حيث تقوم الأشعة بتسخين مائع مثل الزيت أو الماء أو مصهور الملحي واستخدامه لإنتاج الطاقة. وإنتاج الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية الضوئية ممكن للجميع داخل البيوت. ومن الممكن أيضا أن تعتمد على التوصيل الكهربائي العادي بجانب الألواح المختلفة التي توضع على أسطح المنازل على الأغلب. كما أنه إذا توفرت لك طاقة كهربائية إضافة على حاجتك، أن تقوم ببيع الطاقة المتبقية تلك. واتجهت الدول العربية نحو القيام بمشروعات الطاقة الشمسية المختلفة، مستغلة وجود أعلى نسبة للإشعاع من الطاقة الشمسية بالعالم بها. على رأس تلك الدول بالتأكيد المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. فلكي تكتمل رؤية 2030 في البلدين، يجب أن تكون لمشروعات الطاقة الشمسية دور في تلك الرؤية. فشرعت السعودية ومصر في البدء بإقامة مشروعات عدة وإنتاج الكهرباء عن طريق الشمس ضمن الرؤية الشاملة للمستقبل القوي الذي تبغاه القوتان الرئيسيتان في الوطن العربي. السعودية ومصر، رؤية 2030. تمتلك السعودية 8 محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، وجاءت المحطات كالآتي: مشروع سكاكا، مشروع محطة شعيبة، مشروع محطة رابغ، مشروع محطة جدة، مشروع محطة القريات، مشروع محطة المدينة المنورة، مشروع محطة رفحاء، مشروع محطة سدير، بمجموع إنتاج 3370 ميجاوات. وسنتحدث هنا عن مشروع سكاكا ومشروع سدير فقط. فمشروع سكاكا يضم 1.2 مليون لوح شمسي تولد طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية نحو 300 ميجاوات، بما يكفي لسد حاجة 45 ألف وحدة سكنية، وبقدرة على خفض أكثر من 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وبدأ هذا المشروع عام 2021 ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ليتم استخدام أحدث التقنيات الكهروضوئية. أما مشروع صدير الذي أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة في 8 أبريل 2021، يقع في مدينة صدير الصناعية، وبدأ التشغيل الفعلي عام 2022. تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1500 ميجاوات، لتكون تلك المحطة أحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم. يوجد فيها 100,000 لوح شمسي تبلغ قيمتها الاستثمارية 3.4 مليار ريال، تلبي احتياجات 185 ألف وحدة سكنية. سينجح هذا المشروع في خفض انبعاثات الكربون بحوالي 2.9 طن سنوياً.
من السعودية إلى مصر التي قامت ببناء مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، أكبر محطة شمسية مجمعة على مستوى العالم. تهدف مصر من هذا المشروع ومشروعات مماثلة إلى إنتاج 40% من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. مشروع بنبان عبارة عن 40 محطة طاقة شمسية تنتج الواحدة منها 50 ميجاوات بإجمالي إنتاج 2000 ميجاوات، ويعادل إنتاج مجمع بنبان نحو 90% من الكهرباء المنتجة من السد العالي، وهي نسبة كبيرة بكل تأكيد. لم تقتصر مشروعات مصر على محطة بنبان فقط، فعلى سبيل المثال للحصر توجد محطة كومامبو التي تنتج نحو 26 ميجاوات، وتشهد مصر مشروعات طاقة متعددة دونا عن الطاقة الشمسية بالتأكيد. ولم يقتصر التطور في مشروعات الطاقة عن السعودية ومصر فقط، فالإمارات وقطر وعمان لديهم مشروعات كبيرة أيضا. الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان، تطور مستمر. تمتلك الإمارات العربية المتحدة 9 محطات كبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أكبرهم الظفرة ومحطة شمس ومشروع الطاقة المركزة CSP، وأخيراً مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والعديد من المحطات الأخرى أيضاً. فمجمع محمد بن راشد آل مكتوم ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات في 2030، أما محطة الظفرة فتعد الأكبر كمحطة مستقلة لإنتاج الكهرباء بالعالم أجمع. ننتقل لقطر التي قامت ببناء محطة الخرصعة بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وماروبين اليابانية، وتنتج حوالي 800 ميجاوات، وستوفر 10% من استهلاك الكهرباء بقطر بالمستقبل. أما عن عمان فتبدأ في تدشين أكبر محطات الطاقة الشمسية بالبلاد، حيث افتتحت محطة منح 1 عام 2023، وستفتح محطة منح 2 عام 2025، لتصل إلى 30% من طاقة الإنتاج الكهربائي بالبلاد عام 2030. ننتقل من الخليج إلى المغرب العربي، حيث مشروعات الطاقة بالمغرب والجزائر التي تشهد تنافساً بين البلدين. المغرب والجزائر عدد محطات كبير. شرع المغرب في رسم خريطة جديدة في هذا الصدد، حيث خطط المغرب لبناء 20 محطة طاقة شمسية بالبلاد، وتسعى المغرب لإنتاج 52% من الطاقة الكهربائية لديها عن طريق الشمس بحلول عام 2030. ونجح المغرب في بناء محطة تنتج لها 700 ميجاوات عام 2018 وفقاً للوكالة الرسمية لها، فيما كانت تسعى لإنتاج 2000 ميجاوات بحلول عام 2020 لولا تأخر عدد من المشروعات. ونتيجة لذلك يتم إنتاج 831 ميجاوات حتى الآن، التي تغطي نسبة 37.6%. وقام المغرب أيضاً بإنشاء محطات بالصحراء الغربية المتنازع عليها، من بينها محطة نور العيون. أما الجزائر فبدأت في بناء مشروعات عدة وواعدة مثل المغرب، حيث شرعت في بناء 15 محطة للطاقة الشمسية في 11 ولاية لإنتاج 15,000 ميجاوات بحلول عام 2035. وتركز استراتيجية تطوير الطاقة في الجزائر على تثمين دور الموارد الدائمة كالطاقة الشمسية كمثال بسيط، واستغلالها في تنويع مصادر الطاقة المختلفة. تسعى الجزائر بذلك لتخفيف اعتمادها على المحروقات في إنتاج الكهرباء. هكذا إذن رسم العرب مستقبلهم مع الطاقة الشمسية، وشرعوا في بناء المحطات المختلفة لإنتاج الكهرباء من الشمس، يرسمون مستقبلهم بصحبة الطاقة المتجددة. فمن الطبيعي الاعتماد على هذا في ظل استضافة عدد من الدول العربية مؤتمرات عدة حول المناخ.